السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في اللون أيتما دي استماع، فنواصل الحديث حول السرطان، ونحن نضطر لإعادة هذه المعلومات حول السرطان رغم أننا تكلمنا كثير، فنعيد هذه المعلومات لأن هناك مشتركين جدد. أهلا وسهلا بهم على القناة، وكذلك المعلومات لا تصل إلى كل الناس لأن هذه قناة شخصية على اليوتيوب، ولا زال الناس يعني تائهون يعني بالنسبة للسرطان، وقلة قليلة هم الذين يعلمون الآن كيف يتعاملون مع السرطان. لا بأس يعني أن نكرر وأن نعيد هذه المعلومات. ففي حلقة البارحة تكلمت عن نظام غذائي نظيف، أن يكون طبخ المنزل بزيت الزيتون في أواني جيدة، وأن يأكل الناس ما يشاءون، لا تبقوا مفتونين بالأكل ماذا أكل. كل الأشياء التي تطبخها في منزلك تفضل، ما عندك مشكلة، لكن ابتعد من الصناعة وابتعد من الأربعة، يعني الزيوت الصناعية وكذلك هذه زيوت المائدة، زيوت الطبخ، الزيوت الصناعية، الدقيق الأبيض مع الخميرة الصناعية، كذلك السكر الأبيض واللحوم، جميع اللحوم، دواجن كذلك. يعني بعض الإخوان في البلدان الشرقية يضللونهم أنهم يتكلمون معهم باللحوم الحمراء، ويجب أن يعلموا أن الدواجن كذلك لحوم حمراء، لأن لا يضللوكم وأن لا يعني يشككوكم أن هؤلاء لم يدرسوا اللحوم ولا أي شيء، هؤلاء يتكلمون هكذا يعني عن فراغ. اللحوم كلها حمراء، لأن الحيوانات اللي عندها دم كلها عندها لحوم حمراء. اللحوم البيضاء هي لحوم السمك، فسمك مسموح به طبعا. فيكون طبخ المنزل يكون طبخ نظيف جيد، واستهلكوا كل شيء، يعني لوز، جوز، تمر، زيت، زيتون، رز، قمح، شعير، ذرة، فول، حمص، فاصوليا، أكل كثير، حشائش الأرض، خضر، فواكه، يعني كل أشياء تستهلكونها. فاليوم تكلمنا كذلك عن إدماج البذرات مع التوابل، إدماج هذه المكونات مع الأكل يكون أحسن. لما تخلط التوابل مع الأكل أو هذه البذرات اللي تكلمنا عليها، هو الكتان، بذرة الكتان مع السمسم مع الحبة السوداء وحلبة وحب رشاد، ينسون وشمرة وكروية وحبوب الكزبرة، كذلك حبوب الشيا، هذه الحبوب لما تدمجوها في الأكل تصبح سهلة، يعني حساء شعير، حساء فول، شربة خضر، عصير خضر، يعني تضيف له هذه الأشياء، يعني وأن تتعلم كذلك تنقعها في الماء، تنقع في الماء لأنها تنتفخ، ثم كذلك ممكن تستنبتها، تتركها تنبت، كذلك تستهلكها طازجة، لما تنبت تستهلك طازجة، يعني أن يبتكر الناس وأن يبدعوا كذلك في هذا الميدان. فالحمد لله الله سبحانه وتعالى سلحنا بالعقل وجعلنا يعني نتعلم ونعلم ونتعلم من الحياة طبعا، ويعني الله خلقنا نبدع في الكون، سلحنا يعني ببذرة الإبداع، الله زرع فينا بذرة الإبداع، الإنسان دائما يبدع ويبتكر. فاليوم سنتكلم عن بعض الإخوة الذين ربما يتعذر عليهم، يعني ربما يكون طبخهم طبخ يعني حديث، ولا يجدون كيف هذه البذرات، لا يعرفون كيف يدمجونها مع الأكل أو حتى التوابل كيف يستعملونها. فمن الأحسن أن يجمعوا هذه الأشياء وأن يطحنوها، لأن هذا سرطان، هذا سرطان، لا بد وأن تستهلكوا هذه المكونات، أن تجمعوا هذه الأشياء كلها، تجمعوها كلها ثم يعني تطحن، تخلط، تمزج جيد، وتطحن وتمزج جيد، ثم تأخذ منها ملعقة كبيرة في الصباح وملعقة كبيرة في المساء، في هذه الحالة يعني يكون جيد مع الأكل، يعني قبل الأكل بعد الأكل مع الأكل ما في مشكلة. وهيئوا الكمية التي تريدون، يعني أن تكون هذه القدر متساوي، القدر هكذا كان يتعامل الطب بالمعدة، الأطباء الذين كانوا يعالجوا الناس بالطبيعي كانوا يتعاملون هكذا، كان عندهم هذه المهراس ليدقون به الأعشاب، وكان عندهم أشياء يطبخون بها الأعشاب، وكانت تصفى وكانوا يعطونها للمرضى فقط، هكذا كان الطب من قبل، يعني من ابن سينا إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية هكذا كان الطب. فالناس الآن قادرون على أشياء، يعني لماذا نطبخ لهم نحن؟ فيعني تجمع هذه البذرات، لأن يعني البلدان اللي عندها هذه البذرات حتى إن لم تجدوها كلها لا بأس، يعني كلما كانت لائحة جيدة، ولكن لا يعني لا تحز في أنفسكم إذا كان 4 أو 5 جيد، إذا كانت 10 جيد، لا يبقى الشخص يقول لأنني لم أعمل فيها يعني كثير، لا، ليس يعني المهم أن تبدأ، المهم أن تبدأ وتكون عندك الفكرة وتوكل على الله، يعني ولما يكون عندك 10 استعمل 10 إن شاء الله. حبوب الكتان والسمسم والحبة السوداء والحلبة وحب رشاد واليانسون والشمرة وحبوب الكزبرة والكروية، يعني هذه 9
حبوب الشي 10، ونضيف أظن الكمون نضيفه إما مع البذرات أو مع التوابل، هو سيجد نفسه معهم. نحسبه هكا ولا هكا مش مشكل. هناك بذرات أخرى ممكن تضيفها مثل الزؤان إذا كان يعني متوفر، الزؤان حبوب الزؤان إذا كان متوفر. وممكن تضيف حبوب، ربما تجدون حبوب في بلدانكم حبوب أخرى نحن لا نعلمها. عندنا في المغرب كان من قبل هناك حبوب الناس كانوا يستعملونها الآن لا يعرفونها، لكن من الأحسن أن لا نتكلم عنها لأن ستفتن الناس. ثم التوابل تقريبا 10، نفس الشيء 10، ستكون هذه الحلبة وحبر الشاذول. نعم عفوا، توابل فيها القرفة والقرنفل وفيها الخلنجان والزنجبيل وفيها كبار مع زعفران، يعني هذو 6. ثم نضيف يعني هذه التوابل القوية، ثم نضيف الكبابة ونضيف كذلك الكاردموم، هذه حب الهيل، ونضيف كذلك الصمغ العربي، ونضيف حتى اللبان. اللبان كذلك الصمغ العربي واللبان يضاف، وممكن تضيف قسط هندي، لما لا، قسط هندي، قسط البحري كذلك يضاف مع هذه الأعشاب لكي تصبح خلطة واحدة لا تبقى مع هذه. فهذه التوابل ربما بعض البلدان عندهم توابل أخرى مثل الكبابة أو الكبابة، إخواننا في الشام في العراق وفي سوريا عندهم الكبابة يستعملونها، يعني حتى في تونس، يعني نحن في المغرب موجودة بكثرة، يعني في وجدة أظن الإخوان يعرفونها. هذه الكبابة كذلك جيدة، وجوزة الطيب، جوزة الطيب مهمة جدا كذلك مع التوابل تضيفونها، يعني جوزة الطيب تضيف ربع حبة أو نصف حبة حسب الكمية التي ستهيئون، يعني لا تضعوا هذه جوزة الطيب بكثرة. ثم هناك توابل أخرى لكن بدون الفلفل الأسود وفلفل أبيض ممنوع، لكن الكركم، هذه الأشياء التي تكلمت عنها، القرفة والقرنفل والكركم والزنجبيل والخلنجان، هذه الخمسة هذه قوية. ثم يعني يبقى هذا الكبار أو القبار مع الزعفران، ثم حب الهيل، هذه الكاردموم مع القسط الهندي مع الصمغ العربي مع اللبان، مع هذه الأشياء كلها تضاف. انظروا اللائحة اللي عندكم إن شاء الله كلها تضاف، يعني تطحن جيد وتخلط الكل، تكون عندكم 20 أو 21 أو 22 من المكونات تضيفون معها الأعشاب اللي عندكم. إذا كان لديكم يعني أعشاب مجففة تجدونها عند بائع الأعشاب، إذا لم تجدوها فاشتروا ساشيات، هناك يعني علب في السوبر ماركت أو في بعض المحلات تباع ساشيات زعتر، الزعتر واللويزا كذلك هذا البردقوش وإكليل الجبل، وتجدون النعناع الفلفلي، النعناع الفلفلي كذلك موجود، وربما تجدون يعني صاشيات كثيرة من هذه الأعشاب. إذا كان لديكم أعشاب هكذا جيدة تطحن كذلك، تطحن وتضاف لهذا الخليط، ومعه صنوبر، ومعه صنوبر وأوراق زيتون وأوراق الرمان وأوراق الأشجار إذا كانت لديكم كذلك مهمة، كذلك تساعد وتعين. لماذا؟ لأن هذا الخليط هو ممكن الناس يتناوله، كل الناس، فقط إذا كان الناس ليس لديهم أمراض هذا الخليط يكون دائما في المنزل. إن شاء الله لن تروا الأدوية، لن تستعملوا الأدوية في حياتكم، إن هذا يحفظ من الأمراض. تستعمل منه ملعقة صغيرة في الطبيخ، أشخاص الذين ليس لديهم أمراض، ملعقة صغيرة مع الطبيخ مباشرة، أو تضيفونها للطبيخ كما تشاءون، حساء شعير، حساء فول، طبيخ خضر، شربة خضر، كل الأشياء هذه التي يعني تهيئونها، يعني ملعقتين صغيرتين في اليوم للعائلة ليس للفرد. فأظن أن شيء يعني سيجعلكم تعيشون إن شاء الله بسلام ومرتاحين. الأشخاص اللي عندهم سرطان دائما كنزيدوا في الكمية، يعني نرفع الكمية شيئا ما لأن سرطان وليس معها. فأظن أن ملعقة كبيرة غير مملوءة، يعني هذه ملعقة كبيرة، أو لا ملعقة كبيرة يكون أحسن، ملعقة كبيرة. لماذا؟ لأن لما نخلط هذه المنتوجات كلها فيقع حادث الترشيح ديليوشن، فهي لا تضر. ربما إذا تناولت ملعقة كبيرة من القرفة لوحدها تضرك، لكن خليط هذه الأعشاب كلها إذا تناولت ملعقة كبيرة فيعني ليس هناك مشكل. لكن هناك بعض الإخوة استعملوها مرتين، يعني هذه نصف ملعقة كبيرة مع نصف ملعقة كبيرة، يعني ليس دفعة واحدة، تناول نصف ملعقة كبيرة
وبعد 3 أو 4 ساعات نصف ملعقة كبيرة، هكذا يكون يتناول يعني 3 أو 4 مرات في اليوم يكون أحسن. هو نصف ملعقة كبيرة كافية جدا، لأن هذا الخليط فيه تقريبا 30 مكون وليس سهل. أو أنا يعني أنصح بأن تضيفه للأكل، مع الأحسن يمشي مع الأكل هذا الخليط، يعني لما تهيئ شوربة أو تهيئ حساء أو تهيئ أي شيء يعني تأكله تضيف له نصف ملعقة كبيرة من هذا الخليط، يعني في هذه الحالة يمشي مع الأكل يكون أحسن، لأن الجسم محتاج لهذه المكونات الموجودة في هذه الأشياء. فبعض الأشخاص لا ندري لماذا يشوشون، أو لا ندري، شخص دائما يبحث عن شيء ليضادك يعني ليضربك، يعمل جاهز ويبحث في الانترنت ليخرج لك منشور ليضربك، ليقول لك هذا الشيء الذي تقول فهو خطأ. ولا أدري لماذا نحن نجتهد في الاتجاه الذي ينفع الناس والآخر من ورائك يجتهد ليضربك، يعني حقد، حسد، غيره، لا ندري ما هذا المرض الذي أصاب بعض الأشخاص، ومرض خطير. أنا والله سبحان الله، أنا والله لا أفكر في أي شيء، هكذا خلقني الله، والله سبحان الله، يعني ما حسدت أحدا ولا يعني سبحان الله هكذا خلقني الله. بعض الأشخاص يقولون بأن بعض الباحثين يقولون أن المضادات للأكسدة ممنوعة لأصحاب السرطان، نعم، لكي لا يتعالجوا، صحيح؟ أنت لم تكذب يا سيدي، وأنك استغفلوك واستغبوك لأنك غبي. نعم، يقولون لا تتناول المضادات للأكسدة لكي لا يتعالج الناس، ليبقوا في العلاجات الحديثة، ليبقى الطب قائم. الآن أنت فهمت، نحن معلوماتنا مضبوطة ولا يمكن أن نشك في أي معلومة، ولا يقدر أحد أن يفند معلومات نقول لها لكم مرارا وتكرارا. يا إخوانا، لا يقدر أمريكي ولا روسي ولا ألماني ولا ياباني أن يفند هذه المعلومات، لا يقدر، أنا أقول لكم لا يقدر، لا يقدر، لأنني أعلم أنهم لم يدرسوا هذه الأشياء أصلا. أنا أعلم ما يدرسون، أنا كنت في كلية الطب وتركتها، أنا أعلم ما يدرس هؤلاء يا عباد الله، الكيريكولا لكليات الطب في العالم أعلم ما يدرسون، لا يعلمون شيئا عن مضادات الأكسدة ولا عن الفيتامينات ولا عن الفيتوستيرول ولا عن الفيتوستروجين ولا عن أي شيء، لا يعلمون شيئا. فاقد الشيء لا يعطيه، والله يعني أتعبون هؤلاء. أنا أقول لكم يعني المعلومة يعني الثابتة التي لا يقدر أحد أن يفندها، إذا أراد أن يفندها سيسقط في الجهل وربما يسقط في الوحل، لأنه سيضحك عليه الناس. أنا أعلم ماذا درس هؤلاء، لماذا يتدخلون في هذه المسائل. أنا أتكلم في ميادين كثيرة، لكن لما أكون متخصص فيها، لما أكون عندي معلومات كافية لكي أتكلم في الميدان، لما أكتب الشعر وأتكلم في الشعر وأتكلم في العروض، فلأنني عندي شعر وعندي نظم وعندي عروض، ولا يتفضل علي أحد يقول لي أنت متطفل على الشعر، أنا أكتب شعر لكن شعر خاص بي، يعني سبحان الله. يعني لما أتكلم في الفقه أتكلم في الفقه لأنني درست الفقه، أين ماشي شغلك؟ يعني الناس سبحان الله، لماذا يعني العالم هكذا يمشي أعوج؟ والله أنا لا أدري لماذا سبحان الله. يا سيدي قرأ، الله يعاونك، يكون عندك 70 تخصص، أعانك الله، قرأ الفلسفة، قرأ الطب، قرأ الميكانيك، قرأ الساتيليت، قرأ الحاسوب، قرأ الديجيتال، قرأ، لأن الله قال اقرأ ليس القرآن، الله قال للرسول اقرأ. نعود عودخ استمزغت عودخ ليس القرآن، اقرأ يعني قرأ، تعلم، بحث، تقدم، قرأ، احنا كنقولوها بدارجة قرأ، هذا الشيء اللي قال لنا الله، قرأوا، اقرأ. فيعني إن شاء الله خير، أظن أن هذه المعلومات هذه كافية، وغدا إن شاء الله سنبدأ الحالات يعني الذين لا زالوا لم يبدأوا العلاج، كيف نكون معهم لئلا يفزعوا إن شاء الله، وربما يبدأوا العلاج بابتسامة لما لا. ثم الذين هم الآن تحت العلاج يعني الكيميوثيرابي والراديوثيرابي، ربما بعض الأشخاص مناعتهم تراجعت، وربما حتى فقدوا الوزن، وربما أشخاص الآن عندهم توتر عصبي ولا ينامون، مهم حالات كثيرة أو أنيميا أو شيء. ثم الذين أنهوا العلاج، الذين يعني خرجوا من العلاج والحمد لله ليس لديهم أي مشكل، أو الذين حالتهم جيدة ولكن يريدون أن ينهوا العلاج وسينتهون قبل العلاج
يجب أن يكونوا أذكياء. يجب أن تكونوا أذكياء. هناك أشخاص ينتظرون أن يدوب هذا السرطان أن يختفي، وقد يختفي هو في القبر قبل أن يختفي السرطان. أن تتعاملوا يعني بذكاء مع السرطان. تبقى تابعوا يعني الأشخاص اللي وزنهم كان 80 كيلو ورجع 40 كيلو، يا أخي إذا قالوا لك بأن سيدوب السرطان كذبوا عليك، لن يدوب هذا الورم. من 80 كيلو رجعت 40 كيلو، الكريات البيضاء رجعوا الله أعلم 1.5 إلى 2، إلى أين تذهب؟ ولا زالوا يقنعونك بالكيميوثيرابي. لماذا؟ لأن ليس لديهم حل آخر، هم لديهم الكيميوثيرابي، حتى ولو قتلتك الكيميوثيرابي، لأن هذه هو علاجات. ماذا؟ العالم كله هكذا، يعني هو لا يقتلوك لكن العلاج هو هكذا. فيجب أن تكون ذكي حتى مع العلاجات. ولذلك يعني نتمنى إن شاء الله أن نكون معاك.